الحقيقة يعني جهود وتحركات كبيرة لترسيخ الدور المصري من خلال الدور التنموي تحديدا اللي بتقوم به الدولة المصرية في قلب القارة الإفريقية، ده بالإضافة بالتأكيد للزيارات المتبادلة والاتصالات الدائمة والمستمرة بين مصر والدول الإفريقية. خلونا نناقش هذا الموضوع مع سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. برحب بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتكم أستاذ المشاهدين. بداية، كيف تحولت إفريقيا إلى بؤرة اهتمام السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 من يونيو؟ لا شك أن بعد ثورة 30 من يونيو أصبحت الدائرة الأفريقية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن من أولويات السياسة الخارجية المصرية، بل نستطيع أن نقول أنها مع الدائرة العربية أصبح هناك تقاطع على النحو الذي يرعى المصالح العربية الأفريقية، ودور مصر محوري في هاتين الدائرتين اللتين أصبحتا الأولوية في التحرك المصري بصفة عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الدائرة الأفريقية في المرحلة التي بدأت من 30 يونيو وحتى الآن. نستطيع أن نقول أن التحرك المصري في هذا الصدد حقق نقلات نوعية في العلاقة المصرية الأفريقية، سواء كان ذلك على المستوى الأمني العسكري، سواء كان ذلك على المستوى السياسي، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي، سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي بشقي الصحة والتعليم والثقافة وتمكين المرأة ودور متنام ومتصاعد للشباب. التحرك المصري في هذا الصدد كان على المستوى الإقليمي والدولي في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، خاصة تلك التي تنعقد على مستوى مؤسسات الدولية سواء كانت اقتصادية أو المالية أو على مستوى المجموعات الاقتصادية المعروفة مثل البريكس ومقيمة العشرين والسبعة وغيرها، أو العلاقات ما بين الصين وأفريقيا، الولايات المتحدة وأفريقيا، روسيا وأفريقيا، بريطانيا وأفريقيا وهكذا. كل هذه المؤتمرات كان لمصر دور محوري في طرح القضايا الأفريقية، سواء كانت ذلك ذات طبيعة أمنية أو طبيعة سياسية أو طبيعة اقتصادية، وأيضا طبيعة اجتماعية فيما يتعلق بالشباب والمرأة بصفة خاصة. أما على المستوى الأفريقي فمصر تحركت أولا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجدار بالبشر النازحين أو اللاجئين على المحور الأمني العسكري، وأنشأت هناك في مصر أيضا مركز خاص بتبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أيضا فيما يتعلق بالمجال السياسي. يعني خليني أتكلم عن هذه النقطة تحديدا سيادة السفير، يعني نقطة الأمن والسلام والاستقرار. يمكن الدولة المصرية كان لها خبرة وباع كبير في مكافحة الإرهاب، ويمكن تعلمت ويعني كثير من الدول يعني من هذه الخبرة القضاء على الإرهاب في بلادهم. يعني هذه المجهودات المصرية في القارة الإفريقية كيف انعكست بالتحديد على الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا، وكيف ربما عكست التجربة المصرية يعني بظلالها على الدول الإفريقية؟ لا شك أن مصر هذا الدور تركز أساسا في منطقتين أساسيتين، هما منطقة الساحل ومنطقة القرن الأفريقي. هناك أنشطة متعددة لجماعات ومنظمات إرهابية، سواء كانت داعش أو الدولة أو القاعدة أقصد، أو بوكو حرام أو الجهاديين وغيرهم. في هذه المرحلة مصر تعاونت بشكل كبير ومكثف مع الدول التي تواجه هذه التحركات أو هذه الأنشطة في منطقة الساحل وأيضا في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة على سبيل المثال في الصومال بصفة خاصة، وهو أمر واضح وملموس. كان هناك أيضا تبادل إنشاء مركز خاص بالمكافحة الإرهاب أو مركز خاص بالمعلومات، تبادل المعلومات في مصر، وأعتقد أن هذا المركز كان له نشاط كبير فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب على النحو، ليس فقط في المجال الأمني ولكن أيضا في المجال الفكري. هذا الدور المصري بيلقى كل التقدير والتأييد من جانب الدول والمنظمات الإقليمية المختلفة التي تتضامن فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وكلهم يشيدون بالدور المصري على هذا المحور. نعم، أشكرك.
طيب يعني أستاذنا حضرتك أستاذ سفير بالانتظار معنا قليلا لإذاعة هذا الخبر. مشاهدين، أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق حملتها الوطنية الشاملة للترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير. أوضحت المؤسسة في بيان لها أن الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع. أضاف البيان أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة. من جانبها صرحت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة بأن الحملة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمساهمة أيضا في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ. أكدت أن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دور هام في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ونعود لسيادة السفير طبعا صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. يعني كنا نتحدث بالتأكيد عن دور المصري في القارة الإفريقية وما يعني عكسته التجربة المصرية الناجحة سواء على مستوى التنمية أو حتى الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب. يعني عايزة أخذ رأي حضرتك من خلال خبرتك السياسية، أهم المؤشرات التي عكست عودة مصر لمكانتها للريادة في القارة الإفريقية وتعزيز علاقاتها في إفريقيا. لا شك كما أشرت المحور الأمني كان له تأثير كبير، وأود أن أضيف في هذا الصدد ربطا بدورها على المحور السياسي الدور المصري المتنامي والمتصاعد فيما يتعلق بقضايا حفظ السلام وبناء السلام ومشاركة قوات مصرية في هذا المجال. لا شك أيضا في المحور السياسي ربطا بالمحور الأمني كان لمصر دور وما زال متنامي أيضا ومتصاعد في تناول القضايا السياسية والأزمات التي تواجه القارة الأفريقية، حتى لو كانت ذات طبيعة أمنية أو طبيعة اقتصادية. يعني دور مصر فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، ما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ودور مصر في مبادرة سداسية أفريقية في محاولة للتوصل للتسوية لهذا النزاع، ثم أيضا دور مصر فيما يتعلق بتداعيات تغيرات المناخ وانعقاد مؤتمر كوب 27 في مصر ومحققه من نتائج ثلاثية ما زالت حتى الآن يتم الإشادة بها، سواء كان ذلك بإنشاء صندوق التعويض عن الأضرار، سواء كان ذلك بدافع الدول متقدمة الوفاء بالتزاماتها 100 مليار دولار في السنة لهذه الدول، ثم أيضا نقل التكنولوجيا. أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، وأعتقد هذا المحور ربما كان الأبرز على المحاور جناحها، صحيح، وما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدور المصري في إنشاء هذه المنطقة وتفعيلها، ودور مصر أيضا في البنية التحتية التي تم إنشائها لدفع. بالتأكيد دور المصري مهم ورائد وأيضا يعني واضح ولو تأثير كبير على كل الدول الإفريقية. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.